بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل تعرضت المدينة ديال سلا بحال مدينة الرباط تقريبا للأمطار غزيرة يوم الخميس، وكانت أمطار من حيث المقياس ديالها استثنائية، لأنه في ظرف يوم واحد يعني من 10 الصباح حتى 6 العشية سقطت تقريبا 107 المليمتر، منها حوالي 80 مليمتر في 3 الساعات تقريبا، وهذا كان رقم قياسي. طبعا الشبكة ديال الصرف الصحي ولا الصرف ديال مياه الأمطار ما استوعبتش هذيك الكمية، مما أدى إلى حدوث واحد المجموعة ديال المناطق فيضان الماء، وأدى إلى تعطل حركة السير في واحد المجموعة ديال المحاور داخل المدينة. وفي نفس الوقت في بعض المقاطع ولا في بعض الأحياء تم يعني الماء دخل لبعض البيوت، لكن في كل الحالات هذا كانت بالنسبة لنا حالة استثنائية، واللي تعاملت مع الجماعة ديال سلا بتعاون السلطات المحلية ديال المدينة، العمالة، الوقاية المدنية، الشركات المفوضة، لا في النظافة ولا في توزيع الماء والكهرباء، الكل كان متعبئ هذاك اليوم واستطاع أن يتغلبوا على هذه الآثار، والحمد لله يعني الأمور عادت إلى طبيعتها صبيحة يوم الجمعة. وبالتالي فاستثنائية أن تكون هناك جهود استثنائية والحمد لله تحققت، والفضل بعد الله عز وجل للتعاون ديال الأطراف المجتمع المدني والساكنة أيضا في كل الحالات الكارثة، والناس ماشي كي ياخذوا بالمنطق اللي تكلمتوا عليه مع كامل الاسف. هذا الاصل ما فيش منطق المعارضه والتسير، هذا ملي تيكون شي حريق اللي في يدو شي حاجه باش يطفي الحريق كينوض ماشي كيبدا يسب. فلذلك اعتقد انه الذين حاولوا استغلال هذه الكارثه الطبيعيه استغلوها سياسيا هذا ما تيفهموش في السياسه، لان الامور ترجع عليهم بالعكس، لان الذي مهم اليوم هو ان